بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة في فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في فرص لأمطار ضعيفة وخفيفة على القاهرة الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وطبعا أجواء خريفية وفي يعني منخفض جوي بيأثر على الطبقات العليا للجو، كلمينا عن تفاصيله والأحوال الجوية اللي ممكن نتعرض لها والظواهر الجوية اللي ممكن نعصرها خلال اليوم. هو طبعا احنا يمكن من امس بدات الامطار تتساقط على بعض محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الموجوده في السواحل الشماليه الغربيه. اليوم متوقع استمرار تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض ده على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض، بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا السحب العاليه في محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الشماليه، فبتؤدي السحب لحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي بتؤدي لانخفاض في درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، وتعتبر درجات الحراره حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط معتدله بشكل كبير في درجات حرارتها، فده اللي هيخلي الطقس اليوم هو طقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، وطقس ما بين حار الى شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فترات الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل درجات الحراره بتنخفض بشكل كبير كمان ومنخفض في ساعات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر اجواء لطيفه تماما في ساعات الليل المتاخر وفترات الليل بشكل كبير، لان الصغرى كمان بدات تنخفض في معظم محافظات الجمهوريه، وبدانا نسجل درجات حراره صغرى خلال فتره الليل ما بين 22 و 23 في محافظات شمال البلاد. بالنسبه لفرص سقوط الامطار، هيستمر معانا اليوم فرص سقوط الامطار واللي هتختلف شدتها من محافظه لمحافظه، وهتكون مؤثره بشكل كبير على محافظات السواحل الشماليه الغربيه. متوقع اليوم يكون فيها فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه للمتوسطه والرعديه احيانا على محافظه مطروح ومحافظه الاسكندريه وبعض المناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيره كفر الشيخ البقاليه. كميات الامطار ممكن ترتقي للمتوسط في بعض الحالات مع الامطار الرعديه اللي ممكن تحصل على سواحلنا الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، لكن باقي مناطق الجمهوريه تمتد لها الامطار لكن بصوره اقل، تمتد لها امطار خفيفه بنسبه حدوث لا تتجاوز ال 20% على بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، بعض المناطق من القاهره الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناه، سواحلنا الشماليه الشرقيه، لكن كميات الامطار في المناطق الداخليه اللي احنا ذكرناها اللي هي الامطار الخفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بالاضافه كمان ان اليوم متوقع استمرار تكون شبوره مائيه فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا من 7 8 صباحا تدريجي الشبوره المائيه بتبدا تتلاشى، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. كمان اليوم متوقع يكون معانا نشاط نسبي للرياح، نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على مزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره وخاصه في فترات الليل وساعات النهار. سرعتها قد ايه يا فندم الرياح؟ سرعات الرياح ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعه، لان هو نشاط نسبي، الرياح مش قويه لكن هي بتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير وخاصه فترات الليل. الملاحه البحريه كمان اليوم متوقع ان هي تكون معتدله تماما على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. مهم بس ان احنا ناخد بالنا وبنحذر كل الساده المواطنين ناخد بالنا من القياده على الطرق المؤديه من والى سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، لان كميات الامطار هناك يعني فوق الخفيفه او تكون متوسطه ورعديه، فلازم تكون القياده بهدوء تام. نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع،
وهم كمان بقى كل المواطنين احنا نتابع النشرات الجويه، لان دايما في الخريف بيحصل بعض التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الدائم في خرائط الطقس، فمهم ان احنا يوميا نتابع النشرات الجويه. بشكرك منى، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ومن دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 31 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 31 23، اسكندريه 28 23، العلمين الجديده 28 22، مطروح 27 22، دمياط 29 22، بورسعيد 29 23، الاسماعيليه 32 21. السويس العظمى فيها 31 والصغرى 22، العريش 29 22، كاترين 28 17، طابا 30 24، حلايب 33 26، شلاتين 36 25، شرم الشيخ 36 26، الغردقه 35 25. الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 23، بني سويف 32 22، الوادي الجديد 37 23، اسيوط 35 20، سوهاج 36 23، قنا 38 24، الاقصر 39 25، واخيرا اسوان العظمى فيها 40 والصغرى 26. مشاهدينا، دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه نروح لاحمد وجمانة نكمل معاهم باقي فقرتنا. ربنا يسلم الجميع يا لميا، شكرا ليكي وشكرا موصول دكتورة منور غانم. شكرا يا أحمد.